وكان سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي قد وصل إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي معالي السيد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وسعادة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة وأعضاء السفارة.